في هذا الفيديو ستشاهد مقارنة بين مواصفات هاتف ريلمي جي تي 6 وهاتف بوكو اف 6. موعد نزول الهواتف. الأبعاد والوزن. هاتف بوكو يكون أنحف وأخف وزناً من هاتف ريلمي. الشاشة. حجم شاشة ريلمي أكبر وتكون بدقة أعلى وبعدد بكسلات أكثر لكن بنسبة قليلة، وتكون بإضاءة أعلى وطبقة حماية الشاشة تكون أفضل. أما شاشة بوكو تدعم ألوان أكثر. النظام. نظام أندرويد 14 مع الهاتفين، وهو أحدث نظام أندرويد. الذاكرة. ذاكرة التخزين ونوعها متشابهة بين الهاتفين، ويتميز هاتف ريلمي بدعم رام بحجم أكبر، وكلا الهاتفين لا يدعمان تركيب بطاقة الذاكرة الخارجية. أداء المعالج. بالانتقال إلى الأداء، كلا الهاتفين يعملان بنفس المعالج. البصمة. البصمة تحت الشاشة في الهاتفين. البطارية. حجم بطارية هاتف ريلمي أكبر ويكون أسرع شحناً سلكياً، وكلا الهاتفين لا يدعمان الشحن اللاسلكي ولا العكسي. مقاومة الماء. هاتف ريلمي يدعم معيار أفضل في مقاومة الماء. معلومات تقنية. يتميز هاتف ريلمي بدعم تقنية الصوت APTX HD. الكاميرا.
السيلفي. السعر.